عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم صغاري؟ مرحبا بكم في درس اللغة العربية لهذا اليوم، وهو بعنوان تجريد حرف الجيم. في البداية نتعرف على الأهداف. أولا، أن يميز الطالب بين اسم الحرف وصوته ورسمه. ثانيا، أن ينطق حرف الجيم مع الحركات القصيرة والطويلة. إذن درسنا اليوم تجريد حرف الجيم. جيم جمل. لننتبه إلى الصورة التالية الموجودة أمامنا. ما هذه يا ترى؟ أحسنتم، أبراج، وهذه الأبراج موجودة في مدينة الدفنة في دولة قطر. لننتبه إلى جملة الدرس. أبراج وطني جميلة. في هذه الجملة يوجد حرف ملون باللون الأحمر، وهو حرفنا لهذا اليوم، حرف الجيم. الكلمة الأولى، أحسنتم، أبراج، حرف الجيم في آخر الكلمة منفصل. جميلة، جميلة، حرف الجيم أين يقع يا ترى؟ رائعون، في أول الكلمة. لننتبه يا صغاري إلى الصور التالية الموجودة أمامنا. الصورة الأولى، رائعون، جمل، جمل، حرف الجيم في أول الكلمة. ثم إلى أين نذهب كي نصلي؟ أحسنتم، إلى المسجد، مسجد، مسجد، حرف الجيم أين يقع يا ترى؟ أحسنتم صغاري، في وسط الكلمة. الصورة الثالثة، عندما نضع الماء في الثلاجة إلى ماذا يتحول؟ رائعون، إلى ثلج، 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 حرف الجيم رائعون في آخر الكلمة، لكن انتبهوا هو متصل بحرف اللام. ثم الصورة التالية، لننتبه جيدا. أحسنتم، شجرة، 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 حرف الجيم في وسط الكلمة. والصورة الأخيرة، أحسنتم، أبراج، أبراج، حرف الجيم، أحسنتم صغاري، في آخر الكلمة، لكن انتبهوا منفصل لأن قبله حرف الألف. الآن هيا لنقوم بكتابة أشكال حرف الجيم في الصفحة 162. انتبهوا يا صغاري، الجيم مع الفتحة جا، جا، جازرون، بينما الجيم مع الألف والمد جا، جاسيمون. ثم الجيم مع الضمة جو، جبنون. ثم الجيم مع الواو والمد جو، رائعون، جوعون. ثم الجيم مع الكسرة جي، جسرون، أحسنتم، الذي نعبر عليه أو تمشي عليه السيارات. ثم الجيم مع الياء المد جي، أحسنتم، مثل عجينون. انتبهوا إذن، الجيم مع الكسرة جي، جي، جسرون. ثم الجيم مع الفتحة جا، جزرون. هيا لنقوم بكتابة التدريب رقم 6 في الصفحة 163. انتبهوا يا صغاري، أقرأوا وأصلوا بالكلمة المماثلة. المماثلة نعني بها المشابهة، أحسنتم. الصورة الأولى، رائعون، جزرون. أين الكلمة المماثلة لها؟ رقمها، أحسنتم، 2. ثم جبنون، جبنون، الكلمة المماثلة لها رقمها، رائعون، 4. ثم الذي نمشي عليه وتعبر عليه السيارات هو، أحسنتم، جسرون، الكلمة المماثلة لها رقمها، رائعون، 1. والكلمة الأخيرة، هذه من الخضار، فيجلون، أحسنتم، الكلمة المماثلة له لها رقمها، 3. شكرا يا صغاري. ختام درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم كل المتعة والفائدة.
انتبهوا إلى أنفسكم وإلى دروسكم. ألقاكم في درس جديد من دروس اللغة العربية برعاية الله. إلى اللقاء.